بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي الشافعي المنهاجي المصري القاهري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين، آمين. وبالأمس بدأنا في نوع آخر من علوم القرآن، وهي معرفة الفواصل ورؤوس الآية، ثم بدأ يعطيك بعض الأمثلة أن أحيانا الفواصل ورؤوس الآية يراعى فيها المناسبة في المقاطع والفواصل. يقول: واعلم أن إيقاع المناسبة في مقاطع الفواصل حيث تطرد متأكد جدا، زي تقول والضحى والليل إذا سجى، كلها بالألف المقصورة، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخر خير لك من الأولى. شوف ضحى سجى أولى وهكذا، يبقى دي مراعاة الفواصل، إيه؟ مراعاة للمناسبة، مناسبة الألف المقصورة المتكررة في رؤوس الآية، آدي معنى المناسبة، وده متأكد جدا في كلام العرب، لأنه إيه بيحسن السكوت عليه ويحسن الوقوف عليه، ومؤثر في اعتدال نسق الكلام وحسن موقع نسق الكلام، يعني ترتيب الكلام وتنسيقه بجوار بعضه البعض، فبيدي نوع من الجمال، وحسن موقعه من النفس تأثيرا عظيما، ولذلك خرج عن نظم الكلام لأجلها في مواضع. ومن أجل هذه المناسبة أحيانا يخرج عن نظم الكلام المعتاد، يعني إيه؟ يعني يزود حرف، هيدي لك بعض الأمثلة، أحدها زيادة حرف لأجلها، ولهذا ألحقت الألف بالظنون في قوله تعالى: وتظنون بالله الظنونا، هي أصلا وتظنون بالله الظنون، إيه الألف دي؟ ألف تنوين. ليه جابها؟ عشان من أول الصورة في سورة الأحزاب: عليما حكيما مسطورة غفورا رحيما، مش كده برضو؟ عذابا أليما بما تعملون بصيرة وتظنون بالله الظنونا، عشان ايه؟ يراعي لك الفواصل اللي هي واقفة على ألف ساكن، فهمت بقى؟ يبقى زيادة حرف لأجلها، ولهذا ألحقت الألف بالظنون في قوله تعالى في سورة الأحزاب: وتظنون بالله الظنونا. لو انت من غير مراعاة الفواصل ورؤوس الآية كنت ممكن تقول ايه صحيح وكلام صحيح: تظنون بالله الظنون، مش كده برضو؟ لأن مقاطع فواصل هذه السورة ألفات منقلبة عن تنوين في الوقف، زي ما قلت لك مسطورة غليظة، واخد بالك، أليمة بصيرة ظنونا وهكذا. فزيد على النون ألف لتساوي المقاطع وتناسب نهايات الفواصل، ومثله أيضا فأضلون السبيل في سورة الأحزاب برضو، وأطعنا الرسول، هي وأطعنا الرسول، وأطعنا الرسول. وأنكر بعض المغاربة ذلك، يعني بعض المغاربة علماء المغرب يعني أنكروا حكاية إيه إن أنا زود حرف من أجل الفواصل دي، قالوا لا دي مش مضطردة، بدليل لم تزد الألف لتناسب رؤوس الآية كما قال قوم، لأن في والله يقول الحق وهو يهدي السبيل في الأحزاب برضو، ليه ما قالش هنا السبيل بقى؟ قال وهو يهدي السبيل، فاهم؟ وفيها فأضلون السبيل، وكل واحد منها رأس آية، وثبتت الألف بالنسبة إلى حالة أخرى غير تلك في الثاني دون الأول، فلو كان لتناسب رؤوس الآيات الآية لثبت من الجميع. لكن نرد عليهم ونقول لهم إيه؟ إن هذا على سبيل الغالب وليس على سبيل إيه الاستطراد،
ده بيراعي هذا على سبيل الغالب فقط وليس مطلقا كده، فهمت؟ نرد على المغاربة اللي بيعترضوا، فهمت؟ قال: وإنما زيدت الألف في مثل ذلك لبيان القسمين واستواء الظاهر والباطن بالنسبة إلى حالة أخرى غير تلك، وكذلك لحق هاء السكت في قوله ما هي في سورة القارعة. هذه الهاء عدلت مقاطع الفواصل في هذه السورة القارعة. ما القارعة؟ شوف آخرها هاء سكت، ثاء قارعة. وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال المبثوث، فأما من ثقلت موازينه، رجعنا للهاء السكتة، فأمه هاوية، مع أن موازينه هنا مش هاء سكت، موازينه دي ضمير مش حرف، ده موازينه هنا دي اسم بس بصورة ضمير، فهم؟ موازينه فأمه هاوية، هاوية دي ايه؟ دي برضو تاء مؤنسة مش هاء سكت. وما أدراك ما هي، كان حقنا نقول كده، فقال لك هي، حط لك هاء سكت تناسب الهاءات التانيين، مع ان الهاءات التانيين هاءات أصلية بعضها ضمائر وبعضها تأنيث، فهم؟ يبقى ايه؟ هذه الهاءات عدلت مقاطع الفواصل في هذه السورة، وكان للحاقها في هذا الموضع تأثير عظيم في الفصاحة. وعلى هذا والله أعلم ينبغي أن يحمل لحاق النون في المواضع التي قد تكلم في لحاق النون إياها، نحو قوله تعالى: وكل في فلك يسبحون. هي أصلا وكل في فلك يسبح، طب إيه يسبحون دي؟ فهم؟ راح الحق النون واثبت واو الجماعه، في حين اننا مش محتاجين نثبت واو الجماعه. ليه بقى؟ لان الفاعل مذكور، لما يبقى الفاعل مذكور مش محتاج ان انا ايه اجيبه تاني واو جماعه، اقول كل في فلك يسبح، فهمت؟ انما اقولش وكل في فلك يسبحون، فهمت بقى؟ جبتها ليه؟ مراعاه للفواصل. وقوله تعالى: كونوا قردة خاسئين، برضو نفس الحكاية، هي خاسئة. فإن من مآخذ الفصاحة ومذاهبها أن يكون ورود هذه النون في مقاطع هذه الأنحاء للآي راجح الأصالة في الفصاحة، لتكون فواصل السور الوارد فيها ذلك قد استوثق فيما قبل حروفها المتطرفة وقوع حرفي المد واللين. وقوله تعالى: وطور سينين، هناك قال ايه؟ سيناء. اشمعنى هنا قال سنين؟ عشان والتين والزيتون. وطور سينين، الوقف كله على نون نون، فهمت؟ وهو طور سيناء لقوله: وشجرة تخرج من طور سيناء. هناك قال سيناء وهنا قال سنين، مراعاة للفواصل. وقوله تعالى: لعلي أرجع إلى الناس، هي أصلا ليعلموا، مش كده برضو؟ لكن قال إيه؟ لعلهم يعلمون، عشان أقف إيه؟ على مد لين واخد بعارض للسكون مع نون، عشان مراعاة للفواصل. لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، كرر لعل مراعاة لفواصل الأي، إذ لو جاء على الأصل لقال لعلي أرجع إلى الناس فيعلموا، بحذف النون على الجواب. الثاني، أمثلة أخرى بقى، حذف همزة أو حرف اضطرادا، أحيانا يحذف الحرف، هي أصلا والليل إذا يسري، يروح حذف الياء علشان والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، كله واقف على راء، فراح حذف الياء وهي يسري، فهمت بقى إزاي؟ الثالث، الجمع بين المجرورات، يعني احيانا الجمع بين المجرورات كلها ورا بعضها كده يعاب احيانا، لكن ايه؟ احيانا ربنا يجمع المجرورات جنب بعضها مراعاة لفواصل الآي، زي ايه؟ جيب لك مثال:
وبذلك يجاب عن سؤال في قوله تعالى ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيع. شوف لكم جر ومجرور، به جر ومجرور، علينا جر ومجرور، شوف كم من مجرورات تبيع، عشان يجيب تبيعا في الاخر مراعاة لرؤوس الآية اللي قبلها. لكن هي فإنه قد توالت المجرورات بالأحرف الثلاثة، وهي اللام في لكم والباء في به وعلى في علينا، وكان الأحسن الفصل. وجوابه أن تأخر تبيعا وترك الفصل أرجح من أن يفصل به بين بعض الروابط، لأن إيه؟ ثم لا تجدوا لكم تبيعا لكم به علينا تبيعا، ثم لا تجدوا تبيعا لكم به علينا، الترتيب كده. لكن شو أخر تبيعا في الآخر علشان إيه؟ عشان مراعاة للفصل. وكذلك الآيات التي تتصل بقوله ثم لا تجدوا لكم علينا تبيعا، فإن فواصلها كلها منصوبة منونة، فلم يكن بد من تأخير قوله تبيعا لتكون نهاية هذه الآية مناسبة لنهاية ما قبلها حتى تتناسق على صورة واحدة. وعشان كده ما تيجي تسمع القرآن وتلاقي وقفات الإيه المقرئين كلها على ايه نمط واحد، تقوم ما تملش اذنك تبقى مستريح، مفيش نشاز، مش فجأة يقف هنا وفجأة يمد هنا وفجأة يعمل هنا، تلاقي نفسك ايه قاعد مشتت. فهمت ازاي؟ الرابع تأخير ما اصله ان يقدم، كقوله تعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى، يا فأوجس موسى في نفسه خيفة، الفاعل المفروض بيقدم الاول، الله ده اخر الفاعل خالص مراعاة برضو ايه لرؤوس الآية. فأوجس في نفسه خيفة موسى، لأن أصل الكلام أن يتصل الفعل بفاعله ويؤخر المفعول، لكن أخر الفاعل وهو موسى لأجر رعاية الفاصلة. قلت للتأخير حكمة، مين اللي قال كده؟ ده الزركشي بقى. للتأخير حكمة أخرى، وهي أن النفس تتشوق لفاعل أوجس، فإذا جاء بعد أن أخر وقع بموقع، يعني كأنه إيه بيأخره تشويقا. فهمت؟ وكقوله تعالى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، فإن قوله أجل مسمى معطوف على كلمة ولهذا رفع، والمعنى ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاما علينا العذاب. فهمت؟ راح مأخرها، لكان العذاب لزاما، لكنه قدم وأخر لتشتبك رؤوس الآية. قال ابن عطية، قاله ابن عطية. وجوز الزمخشري عطفه، وجوز الزمخشري عطفه على الضمير في لكان، هي لكان الضمير ايه مستتر، لكان هو، اي لكان الاجل العاجل وأجل مسمى لازمين، يعني لكان تعجيل العذاب، واخد بالك ازاي، والأجل المسمى ايه لازمين لعاد وثمود، ولم ينفرد الأجل المسمى دون الأجل العاجل. ومنه قوله ولقد جاء آل فرعون النذر، برضو جاب هنا الايه المفعول بالأول، والنذر اللي هي الفاعل جت في الآخر، فأخر الفاعل لأجل الفاصلة. وقول ومما رزقناهم ينفقون، أخر الفعل عن المفعول، هي أصلا وينفقون مما رزقناهم، تملي هذا كده بنجيب الفعل الأول، لكن شوف ومما رزقناهم ينفقون مراعاة للآيات اللي قبلها لتوافق رؤوس الآية. قاله أبو البقاء، وهو أجود من قول الزمخشري قدم المفعول للاختصاص. ومنه تأخير الاستعانة على العبادة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فين الاستعانة؟ بتكون قبل العبادة من حيث الترتيب، الاستعانة الأول وبعدين تظهر العبادة، فإن أخر عشان إيه؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، شوف مراعاة للفواصل، فقدم العبادة على الاستعانة، والأولى الاستعانة تكون قبل العبادة. فهمت؟
وهي قبل العبادة وإنما أخرت لأجل فواصل الصورة في أحد الأجوبة. الخامس إفراد ما أصله أن يجمع. إن المتقين في جنات ونهر. هي في جنة ونهر. هو لما يقول إن المتقين في جنات هيقولوا أنهار بقى، مش جمع الجنات، يقولوا أنهار. الله، يوم يجيب جمع ويعطف عليه مفرد، مراعاة لأنها دي في سورة إيه؟ في سورة القمر، وسورة القمر نهايتها إيه؟ بالإيه؟ بالراء. قال الفراء الأصل الأنهار، وإنما وحد لأنه رأس آية فقابل بالتوحيد رؤوس الآية، وقال النهر الضياء والسعة فيخرج من هذا الباب. يعني في رأي تاني إن كلمة نهر هنا مش نهر اللي هو اللي بيجري فيه المية، لا، ده الضياء والنور والسعة، لأن من ضمن معانيه كده، فيبقى خرج عن هذا الباب يعني لو قلنا كده. وقوله وما كنت متخذ المضلين عضدا في سورة الكهف، قال ابن سيدة في المحكم أي أعضاضا، وإنما أفرد ليعدل رؤوس الآي بالإفراد والعضد المعين. يعني وما كنت متخذ المضلين أعضادا أي معينين، لكن قال إيه؟ عضدا أفرده. السادس جمع ما أصله أن يفرد، كقوله تعالى لا بيع فيه ولا خلال، هي ولا خلة، فراح ايه جمعها علشان ايه يراعي فواصل. فان المراد ولا خلة بدليل الآية الاخرى، لكن جمعه لأجل مناسبة رؤوس الآية. السابع تثنية ما اصله ان يفرد، كقوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال الفراء هذا باب مذهب العرب في تثنية البقعة الواحدة وجمعها، كقوله ديار لها بالرقمتين، دي جايبينها من ايه جزء من بيت شعر، يعني جابوا لك في الهامش هنا ايه في بيت لزهير تمام، ديار لها بالرقمتين كأنها، والرقمتين هي بالرقيم يعني عنوان واحد فسناها. وقول بطن المكتين، فقولوا لأهل المكتين تحاشدوا وسيروا إلى أطام يثرب والنخل، وأشير بذلك إلى نواحيها. يعني ساعات العرب تسني البقعة الواحدة، فقال لك هي اصلا ولمن خاف مقام ربه جنة، طب ليه خلاها جنتان من باب هذا مراعاة فبأي آلاء ربكما تكذبان، وان كنا احنا مش موافقين كلامه ده، لانه هو جاب ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك كل الايات على التثنية، قال ذواتا افنان، وقال ايه فيهما عينان تجريان، فلو كان هو اصلها الافراد ما كانش ايه سنة بعد كده كله، يبقى هي جنتين فعلا. فهمت بقى ازاي؟ لكن على اي حال هو ايه قال كده، لكن كل واحد بيقول حاجة ممكن يترد عليه، خد بالك، لان دي كلها اراء، عقول بتفكر، فهمت؟ فزي هو ما بيفكر انا كمان افكر، ولا هو بس اللي بيفكر وانا لا؟ فهمت بقى؟ وبالتالي العلماء كده كل واحد بيفكر والفكرة، يجي عالم تاني يفكر بطريقة تانية يرد عليه، يجي عالم تالت يفكر بطريقة تالتة يرد على الاتنين، وفي الاخر انت تقعد محتار عشان يعلمك انك تفكر، هو عايز يعلمك انك تفكر. فهمت بقى ازاي؟ وانك اذا اوصلتها ونظرت اليها يمينا وشمالا رأيت في كلتا الناحيتين ما ملأوا عينك قرة وصدرك مسرة. قال وانما ثناهما هنا لاجل الفاصلة، عشان ايه زي ما قلت لك ايه فبأي آلاء ربكما تكذبان، واخد بقى كلها وقف ايه اخرها الف نون الف نون الف نون سورة الرحمن، رعاية للتي قبلها والتي بعدها على هذا الوزن. والقوافي تحتمل في الزيادة والنقصان ما لا يحتمل سائر الكلام. والقوافي انا عندي هنا في الصدابة بتاعتي كاتب والقوا وبعدين في من اول السطر عشان يلخبطك، لكن على مين؟ خد بالك انا عندي هنا والقواء
خلص السطر وبعدين الفي عشان تفتكر ان هي كلمتين. لا هي والقوافي، القوافي اللي هي نهايات ايه الكلام في الاشعار عموما. والقوافي تحتمل في الزيادة والنقصان ما لا يحتمله سائر الكلام. وانكر ذلك ابن قتيبة، انكر عليه بقى، قال له لا ليه بتقول ان هي اصلا اصلها جنة وربنا خلاها جنتان مراعاة للقوافي الفراء ايه. ام قال ايه ابن قتيبة انكر على الفراء الكلام واغلظ عليه كمان، قال له عيب عليك كده يا فراء، ما كانش صح تقول كده ولا تفكر، واخد خيبت ظني فيك، واخد بالك ازاي دي يجي في بالك، فهم؟ وقال انما يجوز في رؤوس الآي زيادة هاء السكت او الالف او حذف همزة او حرف. فاما ان يكون الله وعد جنتين فتجعلهما جنة واحدة يا فراء، ربنا بيدينا جنتين، انت عايز تخليهم جنة واحدة يا فراء ليه؟ عايز ليه تضيق ايه واسع رحمة ربك من اجل رؤوس الآي؟ فمعاذ الله. وكيف هذا وهو يصفها بصفات الاثنين؟ قال ذوات افنان، ثم قال فيهما، ولو ان قائلا قال في خزنة النار انهم 20 وانما جعلهم الله 19 لرأس الآية ما كان هذا القول الا كقول الفراء، يعني عايز يتري عليه بيزنقه يعني، فاهم؟ خد بالك طريقة المناقشات يعني. قلت وكأن الملجئ للفراء، ايه اللي التاني بقى ايه الزركاشي بيلتمس عذر للفراء، بيقول لك انا ايه بقول ان الفراء ليه جه في باله ان هي جنة واحدة، عشان في موضع تاني في القرآن في قوله واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى، ادي في موضع تاني خلاها جنة واحدة وهناك قال جنتان، قال الحتة دي هي اللي خلت الفراء يعمل الحكاية. طب ايه المانع ان هي كانت اصلا جنة واحدة فربنا زود فضله خلاها جنتين؟ فهمت بقى ازاي؟ ايه المانع يعني؟ وعكس ذلك في قول فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، ما قالش فتشقيا، الله، مع ان الكلام موجه للاثنين ادم وحواء عليهما السلام، فهمت؟ الفتشقى مراعاة برضه لرؤوس الآي لأن كلها ماشية إيه بالألف المقصورة، على أن هذا قابل للتأويل برضه، قابل للتأويل ليه؟ لأن اللي هيشقى آدم أكتر، طب ما هو حواء بتشقى برضه، ده بتحمل وتتعب في الحمل وفي الولادة والرضاعة وشيل العيال، يمكن بتتعب أكتر من الراجل، الراجل يشتغل شوية في النهار ويروح بالليل ينام، وهي تشتغل بالنهار وبالليل تسهر للعيال، الله بتشقى اكتر اهي، فهمت ازاي؟ يبقى غالبا هي مراعاة لايه؟ لرؤوس الآي، مش معنى كده ان حواء مش هتشقى، لا هتشقى برضه، فهمت ازاي؟ بل شقاء حواء يمكن احيانا يكون اكثر من شقاء الرجل، يقول انا عايز انام بقى، خد الواد اللي بيعيط ده وسيبيني عندي شغل بكره، وهي ما نامتش زيه، فهمت بقى ازاي؟ يبقى بتشقى برضه، الراجل ما يستحملش طلقه واحده من طلقات الولاد، يجي له فتقه مسكين ونزيف في المخ لو حزق له الحزقتين دول، واخد بقى ما يتحملهاش، والست تبقى مسكينة عندها أنيميا عشان الحمل والولادة وهيموجلوبينها واطي وتطلع السلالم وما تنهكش، الراجل لو هيموجلوبينه زي هيموجلوبين الست ما يعرفش يطلع سلمتين يعمل كده، يبقى الست دي قوية بقى، قوية ليه؟ عشان ربنا بيخلق جواها الخلق، فهمت بقى ازاي؟ تتحمل يبقى فيها ايه؟ فيها قلبين في وقت واحد، دورتين دموية في وقت واحد، الراجل ما يستحملش دورته الدمويه يبقى جواه قلب شغال وقلبه كمان شغال ودوره دمويه متصله في الاثنين، الله، ما جعل الله رجلا من قلبين في جوفه، فهمت ازاي؟ ليه الرجل؟ لان المراه احيانا بيبقى فيها قلبين، قلبها وقلب الجنين، فهمت بقى؟ وان كان قلب هنا بمعنى البال والذهن مش بمعنى القلب الايه؟ العضو، لكن برضه يحتمل كده، القران له ظاهر وباطن، فهمت؟ يعني خلي ايه مخك واسع يعني، كبر مخك. خصوصا انه يرد على الفراء قول ذوات افنان. الثامن تأنيث ما اصله ان يذكر. كلا انه تذكره. الله.
حتى الواحد اللي بيحفظ يتلخبط في الآية دي ساعات يقول كلا إنها تذكرة وهي إنه يدي لك كده صح صح فهم؟ وإنما عدل إليها للفاصلة التاسع كقول سبح اسم ربك الأعلى اقرأ باسم ربك الذي خلق يعني مرة يقول ربك الذي خلق وربك الأعلى فجاء ربك الأعلى علشان نهايات الآيات كلها إيه على هذا النمط وجاء بقى العلق فخلى الخلق ما قالش بقى هنا الأعلى عشان هنا قاف وهنا قاف فهمت فزاد في الأولى الأعلى وزاد في الثانية خلق مراعاة للفواصل في السورتين وهي في سبح الذي خلق فسوى وفي الثانية وخلق الإنسان من علق العاشر صرف ما أصله ألا ينصرف يعني أحيانا ينون ما أصله لا ينون أنت عارف الممنوع من الصرف يعني لا ينون والمصروف اللي هو إيه منون مش المصروف اللي في جيبك يعني اللي بتصرف بيه تجيب فول وطعمية لا يبقى المصروف اللي هو المنون وغير المصروف يعني غير المنون صرف ما أصله ألا ينصرف كقوله تعالى قواريرا قواريرا الله قواريرا لأن في قراءة بالتنوين وهي أصلا قوارير ده جمع تكسير وجمع التكسير ما بينونش فهمت صرف الأول لأنه آخر الآية وأخر الثاني بالألف فحسن جعله منونا ليقلب أو ليقلب تنوينه ألفا فيتناسب مع بقية الآية كقوله سلاسلا سلاسل وأغلالا فإن سلاسلا لما نظم إلى وأغلالا وسعيرا صرف لأن في قراءة وسلاسلا وأغلالا قراءة نافع سلاسلا وأغلالا وسعيرا صرفه فهم صرف ونون للتناسب وبقي قواريرا الثاني فإنه وإن لم يكن آخر الآية جاز صرفه لأنه لما نون قواريرا الأول ناسب أن ينون قوارير الثاني ليتناسب ولأجل هذا لم ينون قوارير الثاني إلا من ينون قوارير الأول اللي قرأت نافع وزعم إمام الحرمين في البرهان أن من ذلك صرف ما كان جمعا في القرآن ليناسب رؤوس الآية كقوله تعالى سلاسلا وأغلالا قال لك إيه لما يجمع على مصروف نصرفه يجمع عليه يعني يعطف عليه يعني وهذا مردود مش عاجبه ايه بيرد على ايه على امام الحرمين مين امام الحرمين اللي هو عبد الملك الجويني شيخ الامام الغزالي صاحب الاحياء فهمت وهذا مردود لان سلاسلا ليس رأس الآية ولا قواريرا الثاني وانما صرف للتناسب واجتماعه من غيره من المنصرفات فيرد الى الاصل يتناسب معه ونظيره في مراعاة المناسبة أن الأفصح أن يقال بدأ ثلاثي قال تعالى كما بدأكم تعودون ده فعل ثلاثي بدأ يبدأ فهمت لكن لما يقول إيه أبدأ يبقى يبدئ لما تبقى رباعي أبدأ يبقى مضارعها يبدئ يبدئ ويعيد فهمت بدأ الثلاثي قال تعالى كما بدأكم تعودون وقال تعالى كيف بدأ الخلق هنا ثلاثي في الاثنين ثم قال أولم يروا كيف يبدئ الله شوف يبدئ خلاه رباعي الخلق الله الخلق ثم يعيده مراعاة ايه لايه ليعيده يبدئ يعيد فجاء به رباعيا فصيحا لما حسنه من التناسب بغيره وهو قوله يعيده الحادي عشر إمالة ما أصله ألا يمال يعني في إمالات في قراءة نافع والكسائي وحمزة أنت ما تلاحظ الإمالات دي في حفص لكن هنا في إمالة ما أصله ألا يمال كإمالة الألف والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى أدي إمالة فهمت زي الجماعة إيه
الدمايطة والبورسعيدية في مصر يقول لك يا موسى، مش كده برضه؟ ينادي على واحد اسمه موسى يقول له ايه؟ يا موسى. الله، ده بالإمالة أهو، إيه ده؟ إمالة كده بالسجية، فاهم؟ فالإمالة دي لهجات عند العرب، في بعض العرب يميل كده عادي، خلقته مايل كده، فهمت ازاي؟ يميلها يعني. فجاءت قراءات في القرآن على مثل هذه اللهجات. فعندك مثلا هو الضحى، احنا اصلا بنقرأ والضحى والليل اذا سجى بالالف كده، تم الإمالة والضحى شوية كده، ايه تكسرها شوية، والليل اذا سجى ليشاكل التلفظ بهما التلفظ بما بعدهما. والإمالة ان تنحو بالالف نحو الياء، والغرض الاصلي منها هو التناسب، وعبر عنه بعضهم بقول الإمالة للإمالة، يعني جت إمالة هنا للإمالة اللي هتيجي بعدها. وقد يمال لكونها آخر مجاور ما أميل آخره، كألف تلا في قوله تعالى والقمر إذا تليها، في إمالة، في قراءة بالإمالة هنا، فأميلت ألف تليها ليشاكل اللفظ بها اللفظ الذي بعدها مما ألفوه غير ياء، نحو جلاها وغشاها. فإن قيل هل جعلت الإمالة تلاها لمناسبة ما قبلها أعني ضحاها، قيل لأن ألف ضحاها عن واو، وإنما لأن الألف اللي أصلها واو ما ينفعش تخليها ياء، فأنا في ضحاها خليت الألف فيها إمالة مع إن أصلها كانت واو، والواو لما تيجي بتيجي بعد كده ألف غير قابلة للإمالة، بس أنا أملتها على خلاف القاعدة مراعاة لإيه؟ لفواصل الآية. الثاني عشر والأخير النهاردة، العدول عن صيغة المضي إلى الاستقبال. يعني أحيانا يجي لك فعل ماضي وبعدين إيه؟ يعدل بعديه فعل في إيه؟ مضارع. كقوله تعالى ففريقا كذبتم وفريقا ايه حق، يقول قتلتم، مش كده برضو؟ كذبتم وقتلتم، لا، فريقا كذبوا وفريقا تقتلون، فهمت ازاي؟ فعدل عنها وفريقا تقتلون، حيث لم يقل وفريقا قتلتم كما سوى بينهما، فقال فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، هناك ايه سوى بينهم. ولذلك وذلك لأجل أنها هنا رأس آية، وحنقف على التفريعات غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ومداد كلماتك وغفل عن ذكره الغافلون.